في الحقيقة مؤسسات المجتمع المدني والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بيقوموا بدور مهم جدا في تقديم المساعدات الإنسانية وإنها تتباعت عبر معبر رفح لأهالينا في قطاع غزة، وده طبعا عشان نقدر نخفف الأعباء عنهم ونوفر احتياجاتهم الإغاثية والطبية. معانا على التليفون دكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية. صباح الخير عليك يا دكتور. صباح الخير. يا أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بيك. عايزين نتكلم مع حضرتك في البداية عن دور مؤسسات المجتمع المدني في إرسال المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح لقطاع غزة. طبعا حضرتك منذ اللحظة الأولى لاندلاع الهجوم على مواطنينا في غزة الحبيبة، توجيهات بقمد الرئيس عبد الفتاح السيسي للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وعلى الفور وخلال 24 ساعة تم تجهيز قافلة ضخمة جدا مكونة من 106 قاطرة محملة بالأغذية والأدوية والمستلزمات الطبية والملابس والبطاطين والخيام، وقافلة اتحركت بالفعل إلى العريش، ثم منها قعدت يمكن أكثر من أسبوع لحد ما وصلت معبر رفح لحد ما اتخذت الموافقات. وكان طبعا هناك تعنت من الجانب الإسرائيلي نحو إدخال القافلة ومضايقات، وطبعا المعبر اتسرق كذا مرة ما كانش موحد عشان تدخل القاطرات، والحمد لله بدأت العملية من الجمعة الأسبوع الماضي، ولكن بتبقى تدخل بنسب قليلة، يعني مثلا كل يوم 10-15، يمكن آخر يوم كان امبارح كان حوالي 24. طبعا دي مساعدات إنسانية. الجانب الإسرائيلي طبعا بيحط شروط معينة، مثلا بيمنع الوقود، بيمنع ساعات المستلزمات الطبية، ولكن احنا طبعا كلها يا فندم كل المستلزمات الطبيه بيمنعها ولا بيمنع حاجات وحاجات؟ حاجات معينه يعني طبعا بيفترض ان في حاجات معينه بيبقى في تفتيش بشكل يعني برضه في نوع من انواع برضه الضغوط. كل الكلام ده تم، ولكن في اصرار من جانب المجتمع المدني والجمعيات الاهليه اللي شاركت كلها وجمعيات محترمه اعضاء التحالف الوطني. الشيء المبهر جدا المتطوعين عدد كبير جدا في رافه القافله، متطوعين من الجنسين، وقعدوا هناك وربطوا واتعملت لهم خيام وقعدوا بجوار السيارات بتاعت القافله والشاحنات، وطبعا ده يعني شيء محترم جدا. احنا طبعا جاهزين كمجتمع مدني وكتحالف وطني عمل الاهلي التنموي وكجمعيات على مستوى الوطن ان احنا نقدم مش هقول مئات، لا الاف القوافل والاف من الشاحنات، واحنا بيجي لنا كل يوم مطالبات من عدد كبير من الجامعات حتى جامعات الاهليه القاعديه على مستوى القرى وعلى مستوى المدن، الكل عايز يساهم والكل عايز يشارك، وطبعا ده جانب انساني احنا ملتزمين بيه. دكتور طلعت، واحد من مميزات التحالف هو توحيد جهود مؤسسات المجتمع المدني علشان تقدر تقدم المساعدات، يمكن ده ظاهر بشكل كبير جدا في المساعدات الضخمه اللي رايحه لاهالينا في قطاع غزه، توحيد الجهود ده ازاي فرق في ان هو يقدر تقسموا المستلزمات ويبقى كل اللي هم محتاجينه متوفر؟ طبعا يعني توحيد الجهود هو يمكن دي كانت فلسفه التحالف منذ ان تم توقيع بروتوكول التعاون والميثاق العمل من مارس 2022، كان الهدف الاسمى هو توحيد الجهود وتبادل المعلومات وتبادل الخبرات والانشطه المشتركه، ودي يمكن جت في يعني محافل عديده، مثلا زي في رمضان بكتف بكتف كل تكاتف، وحصل توزيع على مستوى الجمهوريه توزيع المساعدات للاسر الاكثر احتياجا، نفس الكلام برضه بالنسبه لموضوع القوافل، كان في توحيد تكثيف مركزيه في المساله، كل يعني كل مكان واحد بيتم التجميع فيه المواد الغذائيه المستلزمات الادويه مكان واحد، العربيات كلها بتتحرك في مكان وقت واحد، امانه سير التحالف بتتحرك بخطه منظمه، يعني عمل منظم وعمل محترم جدا، ودي كل بيقوده مجموعه من الشباب يعني مش يعني، ولكن كان عندهم خدوا اختلاط جيده، فده قيمه التحالف ان فعلا كنا الجمعيات بتشتغل في جزر منعزله وكل واحد كان بيشتغل لوحده، فيمكن كانت الخدمه ممكن اول 5-6 جامعات يدخلوا قريه وفي قرى ثانيه محروم، لا دلوقتي ما اصبحش كده برضه في موضوع القافله، لا في توحيد، حتى الجامعات دلوقتي بتتواصل مع التحالف عشان تنضم للقافله وتضم الى القافله، فطبعا دي شيء محترم جدا، واحنا كلنا نتوقع كل الاحداث في الايام القليله القادمه
ان هي ممكن الامور مثلا اذا ما تفاقمت مثلا هنبقى احنا جاهزين برضه كل الاحتمالات. عظيم. يعني التحالف كيان قوي جدا واصبح مولد عملاقا زي ما بيتقال، وطبعا احنا كلنا بالتنسيق مع الدوله ومع الحكومه ومع الاجهزه المعنيه. التحالف لا يعمل منفردا ولكن صيغه من صيغ التعاون. تمام يا فندم. طيب المؤسسات. انا عايز بس اشير لنقطه صغيره جدا، حضرتك قلت انه خلال 24 ساعه بدانا نجهز بالفعل في هذه القوافل، وبعدين اتجهت للعريش، وبعدين خمس ايام وتوجهت لمعبر رفح. في هذا التوقيت كان عدد الشاحنات الاجمالي حتى اللي جه من بعض الدول في مطار العريش كان واصل ل 200، مصر فقط كانت 106. مظبوط بالظبط يا فندم، 106 ده في خلال يوم. والتدريبات كلها بتتزايد، يعني احنا جاهزين، يعني احنا لسه شغالين يا دكتور طلعت، يعني لسه بنجهز برضو في شاحنات. طبعا 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 مش هنتوقف، لن نتوقف، بالعكس احنا بس بنشوف بقى احتياجات. يعني النهارده كان في طبعا تواصل مع الجانب الفلسطيني عشان نشوف ايه الاحتياجات اللي هم عايزينها، لان بتفرق قوي. هو النهارده في طبعا كل يوم في متغيرات، يعني هم النهارده في عمال حاجه للوقود وفي عمال حاجه للمياه، دي بالنسبه لهم بقت مطالب يعني ملحه جدا جدا. برضه في بعض الادويه، انت عارف دلوقتي بقى في النزلات المعويه، برضه بعض الاصابات المختلفه، الامراض النتيجه المعديه، كل الكلام ده تبقى محتاجه انواع معينه مثلا من المضادات الحيويه. يعني احنا بنتعامل معاهم مش بالكم بقدر ما كيف، بمعنى هم حسب احتياجهم. طبعا طبعا الموضوع اصبح النهارده بتفرق قوي، ان واحد قاعد في خيمه من واحد قاعد في بيت، بتفرق قوي من حتى نوع الاصابات بتختلف. يعني في النهارده مثلا الحروب، نتيجه ان اسرائيل بتستخدم كل اله الحرب وكل الشيء المسموح وغير مسموح به، فكل دي بتؤدي الى اصابات معينه. فطبعا بتحتاج تدخلات برضه الجانب الفلسطيني، المستشفيات في امس الحاجه لكثير من الادوات والمستلزمات الطبيه والادويه، وهي مشكلة عندهم أكثر في الوقود اللي بدأ ينفذ بشكل واضح. ويمكن منظمة الصحة العالمية والهلال الإسرائيلي الأحمر أعلن أكثر من مرة إن الأمر أصبح جد خطير. وطبعا في ضغوط على الجانب الإسرائيلي من جانب القيادة السياسية ومن جانب العالم كله، ولكن للأسف الشديد برضه في تعنت إسرائيلي، يعني ورغبة في الانتقام ورغبة في الإبادة ورغبة في التهجير. هو ده لن يكون، يعني احنا كنا امبارح بالليل في اجتماع في مقر السيد المرشح بتاع السيسي مع السيد سفير فلسطين في القاهره مع قيادات مصر، وعملنا جلسه طويله لمده 4 ساعات. لا يعني طبعا احنا يعني بنقول واكدنا كلنا على انه الجميع اجمع على ان الدوله المصريه والرئيس بتاع السيسي بيقود العمليه بحكمه واقتدار وشجاعة ومهنية وخبرة. والمسألة طبعا تدرس، يعني ان احنا النهارده الأزمة دي، احنا انا بقول كلنا بنقول مصر النهارده أصبحت في بؤرة الأحداث، وهي لن تحل المشكلة إلا عن طريق مصر. مصر النهارده اللي فتحت بتفتح معبرها، مصر النهارده إن مطار العريش بيستقبل كل يوم عشرات الطائرات اللي محملة مواد إنسانية، مصر النهارده اللي هي بتضغط على الجانب الإسرائيلي لوقف النار ووقف الإبادة الجماعية. والنهارده أثبت العالم كله إن أكثر دولة وقفت مع القضية الفلسطينية مصر. طيب أستاذ دكتور طلعت، لما نيجي نقول إن هل في تنسيق ما بين الهلال الأحمر المصري والإغاثة في غزة عشان المواد اللي هم محتاجينها؟ يعني إحنا شايفين إن في قطع للمياه، وأعتقد ده ممكن يكون بيؤدي لانتشار أمراض وبائية علشان ما فيش مياه، فطبعا ده بيأثر على النظافة وعلى انتشار الأدوية، هل على انتشار الأوبئة عفوا، هل في أدوية معينة مطلوبة منهم، ولا إحنا بنشوف في الكوارث هم ممكن يبقوا محتاجين إيه وبنبعتهم؟ هو طبعا هو في حاجتين، في طبعا في عندنا احنا ليست معروف تعرفنا عليها عالميا، الكوارث بتبقى في ليست معينه موجوده واحنا كلنا حافظينها، والهلال الاحمر طبعا بيبقى حافظها كويس قوي. نعم. ولكن في ساعات متغيرات، يعني في متغيرات انا محتاج حاجه اكثر من حاجه. يعني موضوع ان اول مره نشوف مثلا في كارثه او في حرب ان يحصل الجانب المعتدي والجانب اللي بيغزو بيبدا النهارده يقطع الميه ويقطع الكهرباء
ويسعى الغاز ويسعى الوقود، دي بتبقى جديده جدا. يعني احنا دايما اتعودنا في الحروب بتبقى العمليه كلها اصابات جروح مثلا كده، انما دلوقتي الجريمه اللي مرتكبه فيها يعني زي ما تقول جريمه مكتمله الاركان، ففي كل اللي ممكن تتصوريه. يعني دي كارثه بكل معانيها، بمعنى انك انت بتهدمي بيوت، بتموتي ناس، بتصيبي ناس، بتخلي ناس تروح تقول لهم روحوا جنوب غزه. يعني وده طبعا مرفوض جدا يا دكتور طلعت، لكن اللي حضرتك اكدت عليه وده مهم جدا الناس تعرفه، انه التحالف ما زال مستمر في اعداد وتجهيز الشاحنات بما يحتاجه اخواتنا في قطاع غزه، ونتمنى دخول طبعا مزيد ومزيد من هذه الشاحنات لانهم في امس الاحتياج ليها. دكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهليه، شكرا جزيلا يا فندم.